ظواهر عجيبة وقف العلم عاجزا عن تفسيرها لقرون، وأخيرا أزيل عنها الستار. اليوم تكشف كاميرا نشوى جيوغرافيك الستار عن لغز طالما حير البشرية. السناجل، كيف يعيشون وكيف يقضون أوقاتهم؟ ما لا تعرفه عن السناجل تشاهده اليوم في سناجل عملاقة. سناجل عملاقة. تبدأ دورة حياة السنجل فور بلوغ الشخص سن الشباب. الآن هو سنجل غير مكتمل. ما يجعله سنجلا حقيقيا مكتملا النمو هو إصابته بالذعر من أقرانه المرتبطين. دكتور ألبرت فرانكشتاين، الباحث والمتخصص في دراسة السناجل، يحدثنا عن تلك الظاهرة العجيبة. لطالما كنت في صغري مفتونا بالسناجل، حتى أنني قررت أن أدرس هذه الظاهرة بعمق. فالسناجل كائنات لطيفة ورقيقة، لكننا نجهل الأسباب التي تدفع السنجل إلى استمراره في سنجلته. لقد نشرت ورقة علمية في مجلة الموعد موضوعها لماذا يستمر السنجل سنجلا، وأعتقد أني قد توصلت لبعض الحقائق. ذهبت كاميرا سناجل عملاقة لترصد حياة أحد السناجل وللحديث معه عن أسباب تمسكه بالسنجلة. أتلقى الكثير من اللوم من أهلي وأقاربي من غير السناجل لبلوغ هذا السن دون ارتباط عاطفي، حتى أنني بدأت في الانعزال عنهم والهروب من لقائهم في المناسبات والأعياد. فأنا سعيد بكوني سنجلا، هذا يمنحني الكثير من المزايا والحرية التي يفتقدها الكثير من غير السناجل رغم عدم قبولنا اجتماعيا. يبدأ السنجل الناضج يومه بالاستيقاظ متأخرا كعادته كل يوم، نظرا لأنه غالبا ما يطيل السهر لساعات متأخرة من الليل. يبدأ طقسه المفضل الفيسبوك دون أن يزعجه أحد، وربما يلعب بعض أدوار البلياردو أيضا. وفي النهاية يعد بعض العك للإفطار. وهنا يحدث أمرا عجيبا، بالفعل هو يفعل ما تشاهدونه الآن، يكحت الطاسة التيفال بالشوكة المعدنية. بالفعل يستطيع السنجل فعل هذا كل يوم دون أن يعنفه أحد، فلو أن شخصا آخر غير سنجل فعلها لفتكت به امرأته في الحال. إنهم يسخنون الحليب في بعض الأوقات في كنكات القهوة، بل إنهم أحيانا ما يذهبون أبعد من ذلك، إنهم ينامون على كنبة الصالون بأقدام متسخة. الرابع عشر من شباط والموافق للرابع عشر من فبراير من كل عام، إنه عيد الحب أو يوم الفالنتاينز، الجحيم الأحمر كما أطلق عليه السناجل. يوم كارثي في حياة أي سنجل. يمر اليوم ثقيلا وبطيئا على السناجل في كل بقاع الأرض، بينما ينتشر الأحمر في كل مكان على هيئة ورود أو دباديب. يراها السنجل وحوشا ضارية تريد الفتك به. غالبا في منتصف اليوم تختبئ السناجل في جحورها حتى ينقشع اللون الأحمر. في حياة كل سنجل هناك وقت ما يشعر فيه بالحزن ويشعر بالرغبة في الارتباط العاطفي، لكن غالبا ما تزول هذه المشاعر سريعا بمجرد أن يرى بلاي ستيشن أو مباراة كرة قدم، وخاصة لو فاز فريقه المفضل. كما تنتحر الدلافين والحيتان وتذهب إلى حتفها بإرادتها الحرة، كذلك تفعل السناجل وتذهب إلى نهايتها سعيدة مبتسمة، بل وراضية تماما عن مصيرها. لقد حزنت كثيرا يوم أن سقط جون صديقي ورفيق طفولتي وتزوج. لقد رأيت تلك الأنثى تحوم حوله وعرفت أنها النهاية. لقد حذرته مرارا، لكنها كانت أشرس وأسرع من جميع توقعاتنا. لا، لقد كان جون صديقا جيدا،
وقد افتقدته كثيرا. ظاهرة مثيرة، ما الذي يجعل سنجلا حرا وفي أوج قوته أن يضحي بحياته وحريته طواعية؟ وحتى يكشف العلم الستار عن هذا اللغز العجيب، ستظل نهاية السنجل غامضة ومحيرة ومثيرة. سناجل عملاقة.